بالتأكيد لا حديث متداول في هذه الأيام أكثر من الحديث المتداول عن متحور كورونا الجديد واللي بيسمى EG5 والتشابه الكبير بينه وبين نزلات البرد. بالتأكيد لابد أنك تعرف أو نتعلم أو تأخذ بعض المعلومات عن هذا الفيروس، لأن هذا الفيروس المعلومات هي علاجك الوحيد، بمعنى ان المعلومات لازم تعرف ايه هو الغذاء الصحي اللي انت مفروض تتناوله وايه هي الادوية اللي مفروض تاخدها والادوية اللي مفروض انت ما تاخدهاش، وازاي تساعد الجسم على تكوين مناعة ضد هذا المتحور الجديد. ده موضوعنا النهاردة على قناتنا مصادر الاخبار، واتمنى للجميع الصحة والعافية والسعادة. لو كنت أول مرة تشاهدنا يشرفنا اشتراكك في قناتنا مصادر الأخبار، وفعل زر الإشعارات حتى يصلك إشعار بكل فيديو نقدمه على هذه القناة، ونتمنى منك إنك تدعمنا بلايك شير، ونبدأ موضوعنا على بركة الله. أول معلومة لابد إن نعرفها إن تناول السوائل الكثيرة والتي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والجوافة، وأن الغذاء المحتوي على البروتين المتوازن قليل الدسم والسكر، إضافة إلى تناول الفواكه والخضار والسلطة والعناصر الغذائية البروتينية اللي بتحتوي على فيتامين سي الموجود طبعا في الليمون والبرتقال والخضار. ده من أهم العوامل اللي بتساعد الجسم على مقاومة هذا المرض وتكوين مناعة. أيضا ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، والتبعيد والبعد تماما عن التدخين، لأن الشخص المدخن يكون أكثر عرضة للعدوى التنفسية من غير المدخنين، والنوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يوميا ده بيزيد قوة مناعة الجسم. بالتأكيد البعد عن التوتر والقلق والخوف من الإصابة بهذا الفيروس من أسباب الوقاية منه، وإذا تم إصابتك به لا تقلق إطلاقا. كبار السن لابد من ارتداء الكمامة والبعد عن التجمعات. استخدام مضاد حيوي مع فيروس EG5، نصح الأطباء بعدم استخدام المضادات الحيوية في العدوات التنفسية ومنها العدوى بفيروس EG5. ليه؟ لأن المضادات الحيوية ليس لها دور كبير علاجي في هذا، سواء كانت نزلات برد أو متحورات كورونا، اللهم إلا إذا كان عندك التهاب في الحلق. المضادات الحيوية لا تأتي بجدوى وبتضعف المناعة وتؤدي إلى نمو بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. بالنسبة لأعراض هذا المتحور الجديد، الأطباء أشاروا إن الأعراض منها الحمى التي تعتبر من أبرز الأعراض الشائعة من متحور كورونا، وعدم تصل درجة حرارة الجسم إلى 38، ضيق التنفس خاصة أثناء النشاط البدني أو القيام ببعض الأنشطة التي تتطلب المزيد من المجهود، السعال الجاف سواء كان مستمر أو متقطع، والشعور بالتعب والإجهاد، وألم بالعضلات وده بيؤدي للشعور بالمزيد من الانزعاج وحدوث التهاب وحكة بالحلق مع الشعور بالألم واحتقان سيلان في الأنف، فقدان جزئي لحاسة الشم والتذوق. من المهم إنك تعرف أو نتعلم الأغذية الغنية بفيتامين جي، وشرحناها من دلوقتي وقلناها هي البرتقال واليوسفي واليمون والفراولة، جوافة، الفلفل الأخضر أو الملون، وأيضا السبانخ. ومن الأطعمة اللي بتساعد على تعزيز جهاز المناعة زي قلنا البرتقال والفراولة، أيضا من الأغذية التي تساعد على المناعة هي الخضروات الورقية زي الكرنب وزي السبانخ، أيضا الفلفل الأحمر مفيد خاصة للمناعة، أيضا الزبادي مفيدة ومصدر كبير للبروتين وبيزيد المناعة، الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومضاد الأكسدة بيساعد على منع تلف الخلايا،
أيضا الزنجبيل له خصائص مضادة للأكسدة ومضاد للالتهاب، وأيضا الثوم يعني الثوم، وبيروج الناس كثيرا لفوائده الصحية، مع اقتراحات بأنه يمكن أن يساعد في أمراض القلب وارتفاع الدم. لا تنسى القرقم، له فوائد كثيرة جدا لتقوية المناعة، تحتويه على مادة بتسمى الكركمين، وهو المكون الأساسي اللي بيمنحه اللون الأصفر. كل ده لابد إنك يكون عندك معلومات عنه حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن نتفادى ونتغلب على هذا الوباء المنتشر. وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر وموضوع آخر من قناتنا مصادر الأخبار، لكم من كل الحب والتحية، وإلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.